برنامج جديد مواصلين نقاشنا مع نجي جلول وزير التربية السابق وأيضا طارق غزال مسؤول وطني عن مشاريع قطاع التربية في مكتب اليونسكو بتونس ونخلي لكم مجال أسئلتكم. تفضل معز. أنا مش تفاعل مع سيناجي على صحيح هي المدرسة مرآة المجتمع في الأخر ما تمهيش في عزلة على المحيط متاعها، لكن المدرسة زادة لازمها تكون هي قاطرة اللي تهز المجتمع. وللأسف سيناجي يظهر لي ما نختلفوش في التشخيص أن المدرسة فقدت خاصة دورها التربوي. ممكن قاعدين نعلمه في الصغار، لكن اليوم ما احناش قاعدين نربيه في الصغار، وهذا الدور التربوي مهم جدا. وحكيت سيادتك على التشخيص هذايا 10 سنين واحنا نعملوا في التشخيص ومشاكل المدرسه يعني مازال التشخيص التربوي معناتها التشخيص على الاقل خلينا نحكي في محيط المدرسه، في علاقه بالبنيه التحتيه، في مشاكل النقل المدرسيه اللي تعرفها اكثر مني، في تلميذ اليوم كي يمشي مشاكل اللمجه المدرسيه اللي صارت حتى في بدايه السنه نتاع السنه المدرسيه الحاليه. عندك 400 مدرسه يظهر لي ما فيهاش ماء صالح للشراب. معناتها المشاكل اليوم ما نجموش معناتها نحكيو على تلميذ متوازن في محيط سيء وفي بيئة سليمة. اليوم السؤال متاعي في الإصلاح معناتها مش نبدأ معناتها بالنقل المدرسي، بالبنية التحتية، بالمنظومة البيداغوجية اليوم اللي فقدت كما قلت لك بريقها التربوي. معناتها اليوم فاش قاعد يتعلم التلميذ متاعنا في مواد كما التربية الإسلامية، كما التربية المدنية، كما التاريخ والجغرافيا إلى آخره، معناتها اللي هما المواد هذية اللي تربي وتفتح معناتها افاق امام التلميذ وتعطيه الرؤيه النقديه والقراءه النقديه، واللي بالحق تكون تلميذ من بعد اللي يكون طالب. ومنين مش نبداوه الشانتي اللي تحكي عليه 10 سنوات. انا موافقك، قلت انت حاجه هامه جدا، ممكن حاجه تقالت وموجوده في الكتاب، وهو الا رغم عشقنا ومع ما قدمه محمد الشرفي، وتحيه لروح محمد الشرفي الله يرحمه، اصلاح التربوي عام 90 حول ولا نعى للمربي الدور التربوي، نحاوله والوليد ولا هو اليوم الولي ولا هو جزء من المشكل طبعا نص اخرين، ولا يتعامل مع معاش نتاع المربي باش يربي، مطالب به باش ياخذ سلعه تتسمى التعليم. وهذاك علاش احنا المعلمين المنظومه زاد اثرت على الولي سيناجي، يقول له المنظومة أثرت على الولي يزور ما عادش عنده حق للطفل يشبي كلبسه هكا، ما عادش يقول يشبي شعرك هكا. يعني إصلاح 90 بالقانون نحى للمدرس دوره التربوي، وهذه معضلة كبيرة. ثانيا باش نبداو اللي احنا عملنا راهو من الأسف الشديد ثم قانون توجيهي تعمل وقت الوزير وعملناها مع النقابات وعملنا سكول ووضع على طاولة السيد رئيس الحكومة وقت يوسف الشريف، لكن ما تعملش. أنا نداء للسيدة رئيس الحكومة، أنا اليوم عندها اون شانس ما جاش حتى عند رئيس حكومة، وهو تتعامل بالمراسيم الرئاسية، لا ثم برلمان ولا ثم أحزاب ولا ثم محاسات، طبق هذا. وهذا نتيجة حوار مجتمعي معناها ما نسكل وللتشخيص. أنا نقول لك أول مسؤول هو الولي، ألا ولا يتعامل مع المدرس كبائع سلعة مش كمربي، ولا يحد من الحرية. ثاني الدولة 97% من موارد وزارة التربية للأجور، ايش باش تعمل بيهم انت؟ 3% باش تعمل بيهم؟ تصلح المدارس، باش تعمل ماذاش؟ ثانيا المعلم والأستاذ فقد مكانته الاجتماعية، أضعف الأجور في الوظيفة العمومية أجور المدرسين. الدولة من عهد بن علي الدولة لم التربية لم تعد أولوية بالنسبة للحكومة التونسية، حتى الحكومة اللي كنت فيها أنا. وأحسن دليل على ذلك تسكير مدارس تكوين المعلمين والأساتذة. كون نورمال أنا حضرت على التسكير وقالوا لنا البنك الدولي قالوا لنا غالي برشا لكون نورمال، وارتهلنا من 86 الإصلاح الهيكلي للاقتصاد التونسي على حطنا تحت سلطة غيرنا. نعرفوا صار أحسن دليل على التربية والخطر ولت حل البطالة، يعني ولت منظومة التشغيل الهش النواب ولت وزارة التربية. شوف نعطيك حتى المتخرجين لا نعطيك تقرير شعبة علوم التربية نعطيك تقرير محكمة المحاسبات 2018 مندوبية قفص نعطيهولك. يعني في المنطقة الحضارية عندنا السادة زايدين عن النصاب، وفي المنطقة الريفية النواب، والنواب اللي ما عندهم حتى تجربة ونوصل ما عندهمش تجربة أمام ساكن يخلصوا بعد عامين، معناها منظومة كارثية. يقروا في الباك يخلي ألا سمى ولايات كاملة إلى اليوم ما بعتتش طالب للميدسين. نكمل، قلت لك الدولة الولي المجتمع التونسي في تعامله، وهذا الكل مازلنا في التشخيص. لا الحل ظهر، الحلول ايش نعطيهم لك؟
قمناه اكتتاب وطني للتربية دي فور موارد كبرى للتربية ما سماش على الاخر. ثانيا احنا وحلين في الاكتتاب الوطني للازمة الصحيه نجيجه احنا كي عملنا شهر مدرسه نشد صف فزابل هذيا لا لك عملنا شهر مدرسه في الوضع الاتنيه هذيا نشد صف لا لا ما يهمناش شو الشراك احنا بالعكس ماذا بينا لا سمحني الشراك الولي والتلميذ والمجتمع المدني في تسيير المواساة عبر مجلس المواساة الا رفضوه المواساة علاش اشراك جمعيات الاولياء والنقابات واشراك كل النقابات مش نقاب مش مثل الاتحاد عام الشغل فما عندك اتحاد تونسي المربين اللي هو يمثل حاجه بدون اقصاء اشتراك الناس الكل. ثانيا برا خلينا نمشي الشباب راهو طاقه ما يشبهليش لي وليك الطاقه اما تمشي للرياضه والموسيقى والفن والمسرح ولا تمشي للعنف سيتون لوجيك ماتيماتيك. اذا شنو يلزم تغيير الزمان المدرسي مي هم اللي جاش نعملوه سي ناجي عندنا سنين طبعا بدلتوا انا وزاره التربيه وقالوا ليه ما بدلناه وقالوا ليه وقالوا هين المربين وصارت كل نهار ديك النقابات يعني مش النقابات الناس كل مش كان نقبل الناس كل راجلينك يلا باختصار لا لا باش نمشيو زاد الفرق غزال نسمعوا الحل حل شوف راهو الولي ما عادش ولي تقبل الولي البو والام يكلتوا ما همش لاحقين يلزم المدرسه تعوض واخر ولي كيفاش؟ اقترحناها بربي كلمتين، احنا اقترحنا صار في وزاره التربيه وممكن قلنا التلميذ يجي الصباح للمدرسه يقرا الصباح العشيه يفطر في المكتبه وقينا حلول بي 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 قيناهم الحلول والعشيه يعمل مسرح يعمل سينما يعمل سبور يحب موجود الحل هذا حلول عملته بلدان فقيره علاش ما نعملوش حاجه؟ راجعين يلا عاد نعمل سؤالك طارق سي طارق سي طارق انا من الناس اللي اعتقدوا أن البلاد نتاعنا بلاد هذية في الوضعية هذه وعلى ضرورة الشيء اللي كان يقول فيه سي ناجي واللي قالوا حتى سي معزز كطوط السؤال وكل البلاد في حاجة لسردية سياسية ثقافية جديدة نحطوا حكاية جديدة وندخلوا فيها العباد الكل باش تولي فيها التربية وتولي فيها الثقافة وتولي فيها العلوم معناها أولويات والناس تتحمس لها ونتصور أن اليونسكو مشروع كمان هذا مشروع كبير أن بروجي جرانديوز كبير جديد أريسي جديد لتونس سياسي بطبيعة مسألة سياسية على غالب كل شيء في النهاية ما ينجم يكون كان سياسي خاطر يلزم الإرادة السياسية ويلزم نتصور أن اليونسكو نجم تتفاعل في إطار هذا بالفعل وفي إطار دائما السياسات التعليمية على الأقل باش نحطها في إطارها وبالفعل ثم حاليا مشروع نجم نعتبره مشروع نموذجي مع هو مشروع دعم النظام التعليمي والفضاءات التعليمية والجامعية من خلال تعزيز حقوق الإنسان تعليم المواطنة العالمية والتربية على وسائل الإعلام مشروع هو نفذه اليونسكو بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأيضا مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وزارة التربية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني ذول التسمية الجديدة متاع الوزارة المشروع هذا هو بتمويل من سفارة هولندا بتونس وكما تشوفوا يعني من خلال العنوان متاعه الهدف هو بالأساس دعم النظام التعليمي في تونس من خلال حاجتين دو كومبوزونت كبار لوديكاسيون على سيتوينتي مونديال التربية على المواطنة العالمية أنه التلميذ يقتنع بأنه هو مواطن في هذا العالم بمبادئ المواطنة أيضا النقطة الثانية وهي التربية على وسائل الإعلام الإطار الاستراتيجي ربما قد يتساءل البعض لماذا اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب موجودة في مشروع تربوي كما هذا لأنه المشروع هذا هو يعني يتماشى مع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والتوقي منه وأيضا مع الاستراتيجيات الوزارية أو الخطط الوزارية وسيناجي يعرف لمكافحة أو التوقي من التطرف العنيف والعنف والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر المشروع هذا جاء بالشراكة مع الوزارات هذه الكل وخاصة أنه الفاتوشي تقريبا لسيكل الكل متاع النظام التربوي يعني انطلاقا من الابتدائي الإعدادي الثانوي التعليم العالي وأيضا التكوين المهني يعني باش تكون يعني تقريبا فاتوشي طول السيستم المشروع مش ملشي فقط ربما مانيش باش يكون العمل فقط مع المؤسسة ولكن السبيسيفيسيتي نتاع الخصوصيه نتاعه هو ايضا يشتغل مع ليكو سيستيم اللي كان يحكي فيه سيناجي توا سي ان بو لامبليكاسيون تحدث المجلس المدرسه اذا كان صحيح التسميه هو ومجلس مؤسسه هو موجود فيه ليكو سيستيم اللي موجوده فيه المؤسسه لانه ما نجموش نقطعوا المؤسسه على محيطها واذا نحبوا نعالجوا ظواهر كما ظواهر التطرف او العنف او السلوكيات المحفوفه بالمخاطر فانه يجب انه الاطراف الكل يقع الاستشاره نتاعها ويقع العمل معها ويقع خاصه
فهم ظاهرة العنف، لأنه المشروع انطلق بدراسة، وخليني جوست نعطيكم بعض الدراسة حول المعارف السلوكيات والممارسات على ظاهرة العنف والتطرف. والدراسة هذه باش تشمل مختلف النيفو اللي كنت نحكي فيهم، باش تشوفوا التلميذ يعني في تصوره فهمه مسألة العنف إلى أي مدى نجم يعتبر هذا عنف وهذا غير عنف. زاد كيف حاليا تم الاشتغال مع التكوين المهني، ونعطيكم بعض النتائج من الدراسة هذه. العنف بين المتعلمين في المراكز التدريب على عكس ما نجم نصوره هو عنف ربما مادي، هو بالأساس عنف رمزي يتعلق بلا بيرسيبسيون دو لوتر ليهم هما كمتعلمين في مراكز التكوين، لانهم يعتبروا 90% من العنف الوسط مادي هو عنف لفظي بين التلامذة في بعض. هذه احصائيات واضحة. وكيف زاد مسألة التصورات السلبية، ونعطيك مثال هنا، ثم دراسة أو تقرير قامت به اليونسكو، ثلث طالب تقريبا على ثلاثة في العالم يتعرضوا إلى العنف اللفظي والعنف النفسي سورتو لارسيلمون، ويؤدي بهم حتى الانقطاع من المؤسسات التربوية. كيف مؤسسات زاد كيف يعتبروها المتكونين انها معزوله نوعا ما على محيطها. نعطيكم مثال، مؤسسه نتاع تكوين مهني ثم مشاكل كبيره ما بين المؤسسه والحي اللي موجود فيه المؤسسه هذه، لانه حتى المتعلمين هم يدركوا انه الحل في انه المؤسسه هذه تخرج للحي وتحاول يعني تستقطب يعني المتساكنين غادي، وفي انشطه مشتركه، الانشطه الثقافيه زاد موجوده في 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 المشروع هذا. العمل ايضا على اون شارت باش تقريبا باش يكونوا موجودين في 20 مؤسسه تقريبا تربويه، وان شخص باش تقع الاستشاره فيها من التلميذ للاستاذ للمتفقد الى جميع الاطراف. هذا كيفاش يتم تحديد الميزانيات لمثل هذه المشاريع طارق غزال؟ التمويل هو يعني تم تحديده من الاول في اطار مشروع، وهذا الحقيقه احنا مع وزاره التربيه يعني منذ اعداد المشروع حتى كمشروع يعني لتقديمه للبحث عن التمويل. وكما يعني الميزانية بتاع المشروع هذا تم تقريبا في حدود 5 مليون دي دينار تقريبا تونسي. هذا يعمل يصلح زوج مدارس فوالا دونك يعني لا ما عندناش لا ما عندناش في 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 سيناجي ولا يصلح زوج مدارس بالضبط. سيناجي ما عندناش في ماناش في تصليح المدارس اكثر منه هو عمل اكثر كما كنت نحكي على مستوى استراتيجي، على مستوى البرامج، على مستوى تكوين اطارات زاد الاساتذه، وعلى مستوى ايضا كيفيه خلق مناخ ملائم في المدرسه بوغ معناتها لخلق نوعيه من الانشطه اللي كانت تحدث فيها وسيناجي، أنشطة ثقافية، أنشطة تدعو للحس المواطني، وتكون فيها زادة كيف مش التلميذ والأستاذ فقط ولكن تكون فيها جميع الأطراف. واضح. يلا رياض سؤالك نجل وتحبت فيها. أنا كنت ندرس في باريس، كنت أقرأ في باريس وجعت لي كرشي بالباهي، هزوني عملوا لي سكانير وتوسع، كي روحت تونس نفس الوجع جاتني، مشيت للطبيب قال لي نقص الحمص والهريسة. شوف كل المشاريع الإصلاح التربوي أنا ماشي تونسية فشلت، لانها مش تجي تربي واحد ما عندوش نفس التربيه، ما عندوش نفس التركيبه الفيزيولوجيه، ما عندوش نفس يقول لك نعملوا في دراسات زايد. شوف انا قعدت وزير التربيه، خدمت مع اليونسكو وخدمت مع اليونيسيف وخدمنا مع الدول الاجنبيه وخدمنا مع الفرنسيس وخدمنا مع الكل. شوف سي ان بروبليم تونيزيان ما تحلش ويتحل بالتوانسه. لا يتحل، ما تحلش عندنا سنوات. انت بدك كنت في وزاره التربيه عشت نفس المشاكل، تحل في وقت بورقيب وقت شوف تحل وقت ما عندناش موارد في عهد المسعدي، كنا في قاره ومزمرين وكل، وتحل ما يتحلش تو البلاد اللي فيها برشا فلوس. يقول لك الحل لازم يكون ينبع من الداخل التونسي. ما مش فعل معك هذا، انت تقريبا توجهت الملاحظه هذه هو اللي مش معاه. اما اليوم غنيه وفقاره وترقابات ويسار ويمين تمشيوا لاصلاح التربوي ولا كلكم مش تلبسوا كاسكيت يا سيدي. آه يا لحظه معز، خاطر يهم مباشره التفاعل هذا. مشروع تونسي والخبراء توانسه والشركاء والشركاء توانسه، وبالعكس يعني هذايا بالحق معنا حتى مع وزاره التربيه ووزاره الكل لقينا كان التفاعل، بالعكس معناتها حتى خبراء وزاره التربيه في الما وانت تعرف كنت وزير وخبراء وزاره التعليم العالي وكل شيء سخون تمبليكي وهما ديجا معنا في من خلال المشروع هذا. صحيح ربما ما نجمش يصلح زوج مدارس، ولكن على الاقل اهم نقطه نجم نخدموا عليها خاصه في مساله تتعلق بالعنف والتطرف هي الفكر، والفكر يعني يجب مجابهته بالفكر فقط من خلال البرامج. وعندنا زاد يعني كومبوزون تري امبورطون اللي هي التربيه على وسائل الاعلام، ونعرفوا انه الفضاء الرقمي معناتها
كمية العنف اللي موجودة، كمية زادة كيف الأخبار الخاطئة أو المغلوطة الزائفة والشائعات إلى آخره اللي موجودة. فمن المهم اليوم أنه ربو صغير على كيفية استعمال الوسائل الإعلام. حقيقة أنا باش نتفاعل مع سينيجي جلول، لأنه راهو عندي حنين خاص لسينيجي جلول، لأنه وقت اللي كان وزير تربية أنا كنت واحد من المؤسسين والناشطين في الحركة التلمذية، وكان يتفهم العمل النقابي التلمذي اللي نجم يكون حل من الحلول راهو. كي نحكيو على الفضاء المدرسي، على كل حال سينيجي، تو حسب رأيك لتلافي هذه المظاهر، معناها مظاهر العنف والتطرف في المدارس نتاعنا، معناها الغول هذا اللي بالحق يتربس بالمدارس نتاعنا اليوم، فما من يعتقد يقول لك اللي مثلا يلزم وزارة التربية تخصص معناها جزء من الميزانية لانتداب أخصائيين نفسيين واجتماعيين ويكونوا موجودين في المدارس ويتابعوا وضعيات التلامذة وحتى المربين وحتى والإداريين. تدبنا 60 بسيكولوج تو ذروا 50 وبرشا استقالوا، ما عرفنا. شوف على أكثر من 2 ملايين تلميذ عنا 50 بسيكولوج، بربش لي هذي ألوركو البسيكولوج إتسانسيال للتلميذ وللمدرس الزوز. برا شوف المنظومات، شنو هي المنظومات الراقيه اليوم في العالم؟ الاولى هي سنغافوره، الثانيه فنلندا، الثالثه سويسرا. شوف عدد المختصين النفسيين في المدارس، هو جزء من تكوين التلميذ. نون سولمون المعلم والاستاذ ما تعداش في الكون نورمال، ما تعملش في الكون نورمال وما تكونش باش يولي مدرس. اسمع، مطبق البيت النار عملوه ومش غلطوا، مش غلطوا. شوف عنا عدد مهول، سامحني، بالتلامذة اللي يعانيوا من عسر تعلم، ديسلكسيك، اللي هم ذكيين برشا. اسمع، نيوتن ديسلكسيك، وينشتاين ديسلكسيك، هذمنا راهم معاناة التلامذة أوليهم. أنا عملت في اللاك وكبني بين، عملت مركز الوطني لاضطرابات التعلم، وعملنا بعد ما خرجت أنا سكروه لأنه مشروع النجم الجلول يلزم. شفتك ديستاليزاسيون بعد ستالين، ستالين ما نحاوه، أنا عملوا ديستاليزاسيون في وزارة التربية. يا ودي مش مشروع النجم الجلول، هذاك مشروع الدولة التونسية. باهي توا أنا باش نسأل، أما عندك حق، أما فما شكون يعني. شفت أنا شفت في الفيسبوك شفت اقتراح غبي جدا، وهو نعملوا مراكز الشرطة كما كان الأمن الجامعي عندنا. توا هذا كلام علاش عملنا وجا مليح. توا سي ناجي باهي، أنا توا باش نسأل السيد ناجي جلول السياسي. تو احنا نعرفوا اللي التربيه والتعليم كما الصحه كما النقل كما الضمير الاجتماعي واحده من المفاهيم التاريخيه اللي تبنيت عليها الدوله الوطنيه بعد الاستقلال. به هل يعتقد ناجي جلول السياسي اليوم انه كان فما اراده ممنهجه وواضحه خاصه بعد 2011 لضرب هالمفاهيم التاريخيه هذه لارساء مشروع معين ونمط مجتمعي معين في بلادنا لمن يحمل المسؤوليه؟ على الاقل الاراده السياسيه لضرب بس التونسيه بدا من قبل الثوره. صراحة أنا راني عندي 34 عام قري في الجامعة، وعشت وتدني وتدحرش الجامعة التونسية، سمعني؟ معناها هذايا. شوف التربية المرفق العام هو اختيار سياسي، سيت ان شوا بوليتيك، والتربية جزء من المرفق العام. أنا حبينا وكرهنا من سنوات 90، أو نحكي على قطاع المدرسة، ما بداش مع الثورة، بدا مع 90 القطاع المدرسي. نحكيو على التفاقم. لا 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 صحيح، هو من قبل نفس العدد. نفس العدد. ال 100,000 نفس العدد. من 90 على نفس العدد من القطاع المدرسي، لا تحمل الثورة ما لا تحمله. داكور دو. لا مش الثورة، اللي ركبوا على الثورة. ليش عندنا فرق؟ فما فرق. بسيرش بسيرش. لا فما فرق، لا لا. شوف. احنا ولاد الثورة. هذا لقب موجود البلدي موجود في التراث العربي الإسلامي، فعنا فيه. شوف. المشكلة مش في الانقطاع المدرسي، يزينا من التبع. بسيط فرنسا 11% الانقطاع المدرسي، تقريبا كيما تونس. المشكلة في بدائل الانقطاع المدرسي. غادي ثم بدائل وهنا مش ماشي. هم عملوا بدائل، وأنا وقت اللي كنت وزير التربية عملت مدرسة الفرصة الثانية كبديل. المشكلة وزير ما نحبش نجبد أنا والله ما عادش نحب نجبد. وزير التكوين الميني ما كانش باعها الحكاية. اللي هو كان من فصيل سياسي ما يحبش ننجلو. شكون فصيل سياسي؟ فصيل سياسي ما يحبش ننجلو ما نسميوش. سيناجي سيناجي. ما حبوش. سيناجي. وجاز التجربة. معناها صارت تجارب. شوف عندنا، شوف نقولوا عليها اللي تحبوا، عندنا إطار مدرسي ينجم يكون ممتاز. ولا بروفونيك يرشوا الخليج قريوا بالكدا. المشكلة ماهيش في إطار التدريس. رغم لا فما جزء لازم يعاود يتكون. المشكلة مش في إدارة وزارة التربية. معناها شوف بشهادة الناس كل أحسن إدارة هي في إدارة التربية ونعرف معناها. المشكلة في الإرادة السياسية. سيناجي تو من هرجة معنا اليوم. صراحة كمل لواحد فايز. أنا كنت في حكومة لا تؤمنوا بالإصلاح التربوي.
حكومة حبيب الصيد مع كل احترامي لحبيب الصيد وحبت لحبيب الصيد. مانيش مسيبك سينيجي وزير التكوين المهني المهني شكون وقت اللي يرفض المشروع هذا؟ خويا انت تعرفوا علاش تحب يقول عليا تذكرت قصيره يا سينيجي وقت زيد العذاري هو وزير التكوين من نهار الجمعه. سينيجي من نهار الجمعه لليوم حضروا معنا ثلاثه وزراء التربيه يظهر لي ملاك في البلاتو هذا سي سالم الابيض سي عبد اللطيف عبيد لو غون ديبا كاين كل واحد قاعد يروح يروح للكره للاخر. المشكل مشكله انا حددته لك اولا في علاقه الشعب التونسي بالمعرفه 70% من التونسي ما يقراوش كتاب مهم جدا علاقة التونسي بالمعرفة يعني في الآخر المطاف معناه مهنة الأستاذ الجامعي مش مهنة باهية ونعرف أن الأستاذ الجامعي عنده 34 عام. ثانيا مسألة تكوين المكونين اليوم راهو عندنا نقول لك وقتاش بدا انحدار المدرسة التونسية وقت أنا نقرا في الجامعة 76 77 78 اللي كرت في الجامعة يمشي معلم ما عشنا هذا يعني لم يتكون أصعب مهنة. سمح لي في البلدان الراقيه كيما فنلندا شهريه معلم اكثر من طبيب. الناس كنت احنا اضعف شهريات البلاد هذه من المعلم الورك هو يمارس مهنه خطيره في المجتمع التونسي. اذا السبب نعرف السبب السبب الثاني وهو قلت تعد يا ودي شو تعرف 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 يا في قسم سقف يقطر للاسف موجود هذا موجود للحظه نتكلموا فيها تعرف نمشي نمشي لدورات المياه تعرف فما نسبه من الفتيات في الريف ينقطعوا من المدرسه لغياب دورات المياه. هذا وضع المدرسه التونسيه هذا وضع هذا وضع هذا وضع دوما تصلح تعرف غزال. انا في الحقيقه باش نضيف نقطه فقط هو انه اليونسكو ديما كانت تقريبا منذ اول نظام تربوي تونسي كانت ديما ترافق وزاره التربيه خاصه في الاصلاحات الكبرى في البرامج في التعاون بالاكسبرتيز نتاعها وكل شيء ولا تزال من خلال مكتب مشاريع تونس اللي هو يتبع المكتب الاقليمي بالرباط بالمغرب افيك ان ابوي تكنيك ديكسبرتيز في مجال المشروع هذايا باش يقع الاشتغال على التربيه على المواطنه وحقوق الانسان من خلال البرامج من خلال لي سوفت سكيلز تحدثت عليهم سيناجي المهارات الحياتيه من خلال ايضا التربيه على وسائل الاعلام من خلال ايضا تعزيز منظومه التعليم العالي بالموارد البيداغوجيه والعلميه خاصه فيما يتعلق بالتوقيت التطرف العنيف وخاصه على لي بلاتفورم كما الجامعه الافتراضيه وايضا من خلال الانشطه الثقافيه والانشطه الرياضيه في المؤسسات بمقاربه دامجه لجميع الاطراف بما في ذلك لو سيستيم ايديوكاتيف اي ليكو سيستيم دو سيستيم ايديوكاتيف. هذا تقريبا قال كلمه باهيه الجاد معين ذكيين قال كلمه باهيه قال احنا تابعين مكتب المغرب احنا بلد مؤسس اليونسكو بوذوس خطاب المسعد تلقاه في مدخل بنايه اليونسكو ولينا تابعين للمغرب هذاك الوضع نتاعنا نقراوه احنا معناها تونس تونس العظيمه بلاد سانت اوغستان وبلاد تاعنا في الدمرجه انت لا مش في الدمرجه ولا لا ولا تبع المغرب كل هي الكونتوت اميتي علاش تعمل في الدمرجه هي الهيكله البيرو تاع الجهه هو ما كانش ما كانش في الرباط صحيح ما كانش في الرباط نعرف وكان في تونس بحذا محكمه الناحيه نتاع توا لا اوكي اوكي قديم زمان هذاك شوف مش تعمل الدمرجه تونس العظيمه ومشى الغالب علاش مشى شفت سي نجي شنو موقفك من مشروع القانون اللي ضد معناتها زجر الاعتداء على المربيين. على المربيين اللي وقع تداوله وطرحوا من طرف الاتحاد القانون والزملاء والسادة قالوا لنا راهو جريمة ما تنجمش تضيف جريمة إلى جريمة ساعة بالمنطق الحقوقي أما نجموا نقويوا في العقوبات نجموا نحدوا أكثر العقوبات أما هي جريمة في حد ذاتها الاعتداء على المربي جريمة ما يمكنش يكونوا جوبنا دوزان هم نجموا نعملوا شوف المشكلة مش هذه المشكلة هي هيكلية المشكلة هي اسكا احنا التوانسة بإعلاميين بنقابينا برجال أعمالنا نحب ونعتبروا على ماذا شوف سكوا شوف المستقبل ما يصرف المستقبل يصنع هذا مش قولوا أنا قالوا سينيك مستقبل إذا نحبوا دون 10 15 نوليو بلاد متقدمة راهو في المدرسة لأن احنا تقدمنا في 72 ماشي درب في 72 احنا كنا تقريبا في نفس نسبة النمو تاع كوريا الجنوبية وقت اللي كانت عندنا مدرسة قوية وقت اللي كنا نقريو في ان شاء الله ترجع الأيامات هذه خير منها الحل نجي جلول وهو التعليم التعليم والتعليم والتعليم مش سامحني اما التعليم وقت اللي شو تفهم هذه النويرة اللي هو رجل عظيم وذكي دوباش ما جاء
الى تريبلي شهريه المعلمين ولا السيد. قال له من وما حبش يزيد المعتمدين، قال المعتمد نجم نبدلو، اما استاذ جامعي ما نجمش نبدلو. معناتها هذا ينفع الاستاذ اكثر من قانون. شكرا لك ناجي جلول. بنسور اللي عنده دار باهي وكرا باهي. شكرا لك، ميرسي بوكو. وما يقولولوش في القسم تقرا وما تقراش مستقبل ما ثماش. واضح، شكرا لك ناجي جلول وزير التربيه السابق. شكرا طارق غزال. ترجع المسعد. ميرسي، شكرا طارق غزال المسؤول الوطني عن مشاريع قطاع التربيه في مكتب اليونسكو بتونس. عدنان معز رياض، شكرا لكم، ميرسي بوكو، شكرا لكم على حسن المتابعه. نتلاقاو غدا في نفس التوقيت على قناه 9. صباح الخير نسيكم.